طيب الآن خلينا نركز على النظرة، لما يجي المفروض ايش يسوي؟ يدخل عندهم البيت يتفضل. أيوة. قضية تأتي بشاي بقهوة ما له داعي، هذا شغلة شغارات، ممكن إذا كانت بنت خجولة ممكن يعني يسقط من يدها أو شيء، تدخل وتجلس وتجلس بزيها المعتاد تماما، يتكلم معها تتكلم معه، والأب الذكي مثلا والله يا جماعة بس أنا غرض من جوا بجيبه، خلوة شرعية ليست خلوة يا جماعة، يعني صار هو لحالهم مفتوح الباب والأب موجود، وين الخلوة الشرعية؟ يعني واحد جاي يخطب بنت واحد يا عبد الله ممكن يعتدي عليها، لا. ممكن يضرها، لا. والبنت نفسها تركب مع السواق وممكن يفعل الأفاعيل وتكلم عادي، هذا تناقض اجتماعي، وهذا اللي جاي في النور بيتزوجها ويتشرف الأسرة، ما يطلع الأب دقيقة عشان الواد يمكن بيطالع من فوق من تحت، بياخذ راحته بالنظرة، يتاخذ راحتها ثاني، حتى الشاب الذكي أوقات ممكن يلتفت التفات يعطيها مجال تنظر تماما، تسهل هذه الأمور. اسمح لي أقول عبد الله، أشعر أنه عيب في مجتمعنا، وأنا أعتقد أن إخواننا في مصر وسوريا قد الآن يضحكوا على كلامنا هذا، يلتفت شو عشان تشوفه، ما لحق تشوفه هي مخطوبة، لك حق يا بنت لازم تشوف، تبي تتساهله. العلاقة الزوجية عبد الله علاقة أبدية تمتد حتى إلى الآخرة، يجب أن تكون راحة. العلاقة الزوجية علاقة ينصهر فيها الذكر والأنثى انصهارا لا ينصهر الواحد مع أمه ولا مع أبيه، ولا البنت مع أمها ولا مع أبيها ولا مع أخيها ولا مع أختها تماما، انصهار، علاقة عميقة متجذرة من نوع خاص، إن لم تهيئ بالدرجة الكافية فإنها لا تنفع. مسألة يراها تراه، يجب أن يجلس ويجب أن يطيل في الجلسة حتى يشبع نظرا وكلاما، ثم الأم أيضا أم البنت تدربها أن تستأذن البنت ترفع حاجة وتنزلها، البنت لا تدري لماذا، لكي يرى ذلك القوام بشكله المختلف، لأن بعضهم عندهم شيء نظرة معينة لقوام معين لكي يرى كل شيء، يعني نظرة الجسم يمكنها شوي واضحة، أنا أتكلم عن كيف يتعرف عليها، يعني كيف يعرف شخصيتها، كيف أنا أتكلم عن الجسم. جاي ممتاز منتظر، يلا أثناء الكلام طريقة المنطق، طريقة الكلام تعكس لها منطقها، المنطق ليس التفكير، طبعا للتفكير يبغى له جلسات متعددة. صحيح. مستوى التفكير في الحياة الزوجية ترى ما هو مطلب أساسي تماما، أن أعرف أنها عاطفية عقلانية أو غير هذا المهم. بعد الجلسة الأولى شعرت بارتياح معين، والله خل شعرت بارتياح، لكن البنت ممكن تسألني عن شيء ألسى، يوضع لقاء ثاني، أنا أريد نصا شرعيا أن رؤية المخطوبة مرة واحدة، يعني أنت تشوف أنه ممكن أنه يشوفها مرة ومرتين وثلاث في فترة الخطبة. ترى متحمس جدا لكيف استغلال فترة الخطوبة، لأن أعتبرها أنا مرحلة حساسة في تاريخ الزواج وتحت تقييم. لسه ما دخلنا الخطوبة، ما دخلنا، لا احنا في الشوفة، احنا لسه في الشوفة. ايه ممتاز. أقرأ في عينيك يا عبد الله رفضا لمسألة الرؤية أكثر من مرة. أنا الآن هنا جالس أمثل وجهة نظر عدد من المستمعين والمشاهدين خلف الشاشة، بعد بنات الناس لعبان ويشوف كلامي عبد الله، شوف أقرب بحر وارمي كلامي، لا أنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومرجعيتنا، أريد حديثا واحدا يدل على النظرة الشرعية مرة واحدة، أريد دليل واحد، لا أنا بقول لك دليل أن النظرة ممكن تكون أكثر من واحدة، فلينظر إليه ما يدعوه إلى نكاحها. أنا البنت الناس رحت وشفتها ما لقيت الشيء يريحني أو تلخبطت، ما أشوف مرة ثانية، بل أقولك أنا حينما تزوجت شفت أكثر من مرة ما لقيت تردد، شفت فاطمأنيت، لازم كذا يا شيخ، ولو احتجت ثالثة ورابعة لطلبت، يا أخي أنا ما جاي أفحص بنت الناس أو كذا، ما شعرت بارتياح، يحترموك، أنا ما لقيت ارتياح، أنا ما فهمت، يا جماعة متلخبطة مشاعري، ودي أشوفها يمكن هي متلخبطة مثلي، هذا هو الصادق. أما الكاذب والمستعجل وخفيف العقل لا مرتاح من تتزوج، يلا ولكن أنا أحذر الأباء إن الشاب حينما يرى بنته يرتاح يقول يا عم متى الزواج، بكرة يعرف أنه خفيف العقل، ولو كنت أبا لتلك الفتاة تقدم لها الشاب أقول شو رأيك يا وليدي تجي بكرة بعد تشوفه وبعده، وأنظر هذا التبخر الكبير في هذه الذات هل يستمر أم يهدأ، إذا هدأ تدريجيا فهذا جزء من شخصيته غير المستقرة تماما، فمثل هذا لا يزوج بسرعة، إنما يعطى فترة خطوبة أطول لأنه غير ناضج، فنختبر انفعاليته من عقلانيته. إذن قضية الزواج قضية very delicate تماما، من هنا ومن هنا، ولا نستطيع أن نتأملها بشكل دقيق، حتى المختص أحيانا يحتار في بعض الحالات، وذلك هي قضية الآباء، يجب أن تكون عبد الله حلقة للآباء في مسائل الزواج، كيف يناسب هذا الولد بنتي أم لا، حلقة للأمهات، حلقة للبنت، حلقة للولد، وهذه حلقة شمولية في مثل هذا اليوم. إذن الشاب الذي يخرج شافها الآن، شاف الآن شافها ويعني وتحس أنه ارتاح بنسبة نقول 60-70%، بس في بعض الأشياء ما هو متأكد منها، والآن تقول أنتم ممكن يشوفها مرة ثانية، لا افترض أنه لا الآن انتهى من الشوفة، شكلها وقوامها انتهى منه،
إيش الخطوة القادمة؟ الخطوة القادمة ينظر إلى حساسية الأب. إذا كان الأب عبد الله مثلا تقليدي ولا يرضى برؤية أخرى وما شابك، والله يا عم ما أدري، أحس أن البنت كأنها مترددة، يحطها في البنت أحس كذا، وأنا ما ودي أتزوج على واحدة مترددة، أنا والله مرتاح والحمد لله رب العالمين. هل عندنا مستخير لك؟ يعني أنا أعرف واحد يقول البنت أنا مستخير لك، يعني ترى أنا موافقين موافقين، يعني أنا مستخير لك. الاستخارة يا عبد الله أنا يعني حقي ودي أتكلم عنها. لا خلينا نأجلها يا دكتور، لا أنا أتكلم عن قضية أنه الأباء عندنا هنا شديدين لدرجة ما راح يعطي البنت. ما له حق، والبنت غلط، ما هو غلطان الأب يا بنات، الغلطان أنتم في مسألة الزواج. زوجت البنت وطلقت، لو أجمل بنت انكسرت وانتهت. إذا وافقتي بالزواج الأول أنت المخطئ، ما أخطأ الأب. الأب محب يبغى يزوجك، الأب جاهل لكنه غير مبغض لك، حريص لك، لكن إذا وقفتي بوضوح لا بعنف إنما بوضوح، يبقى أنا ما أدري صليت استخارة ما ارتحت والله كذا، تستخدم المفاهيم التي يقبلها ذلك الأب. أب شديد وقوي، والله عندي قلق وتوتر، ما أدري لا يكون جتنا عين مثلا، لا يكون كذا، لا يكون كذا. إذا ما ارتاحت لا تدفع فاتورة ذلك العجل من الآباء مستعجل، أو ذلك الآباء من اللي عنده أصنام في طريقته التفكيرية، لا تدفعه. ثاني يا بنات غلط، غلط المصادمة، مصادمة الوالدين. إيش أقول أنا كوالد؟ بنت غير ناضجة، ربما تكون غير ناضجة وأنا الناضج، لكن ربما أنا إنسان تقليدي وهي عقلانية. إذا نأتي إلى كلمة سواء، والله يا أبوي إذا كان عقلاني تحاور معه، غير عقلاني تدخل من الباب اليناسب متدين تقول استخرت ما ارتحت يوه أبدا، النفور في نفسي فتستخدم. أب إنسان عقلاني وحكيم، والله يوه ما ارتحت. آخر حسب نوعية ذلك الأب التجيء. هذه واضح. نرجع الآن كيف الآن يريد أن يتعرف عليها أكثر، شاب يريد يتعرف على البنت أكثر وأكثر، يقدم نفسه بهذه الطريقة بكل صراحة. ليش عبد الله تسأل وانت أنا جايك تسألني وفي عينيك تردد أنه هذا السؤال ما له حل؟ أنا أعتبر هذا السؤال هو الطبيعي أن يكون، يجب أن يتعرف، يجب أن يزور ثانية وثالثة ورابعة. ما دام أنا وافقتك يا عبد الله نزوج البنت، ويشرفني هذا توافق يعني. لا ما أقدر. شوف بجرك. ما أقدر. أنا عارف ما أقدر. شوف البرنامج الآن. نعم. ذكرتني مرة كنت ببرنامج فضائي وعندي بنت الله يصلحها صغيرة، ذاك الوقت كانت يمكن بالروضة أو قبل الروضة، أتكلم بعد البرنامج وأنا أتكلم كذا، واحد ظن عندي بنت هذه كبيرة، فأرسل خطابي يخطبها يريد الزواج، أنا محتفظ في الخطاب كذكرى يعني باب الفكاهة. إيش قلت سؤالك؟ ذكرت بنتي فنسيت. شوف البنات يا أخي. وش اسمها بنتك وبالي؟ لجين. لجين. فذكرتها يعني فنسيت. وش تقول؟ أجمل تحية لجين وعسى الله يوفقك. أجمل تحية لك. أرجع إنه الآن أنا أريد أن أتعرف. يا عبد الله من الطبيعي، مش من الطبيعي، أعتذر عليك، من الواجب أن أتعرف، من الطبيعي أن أتعرف، من الضروري أن أتعرف. أنا ارتحت لهذه البنت تماما، خطب مني هذا الشاب ارتحت له، ارتحت أنا كأب إذا كنت ناضجا والولد غير ناضج، تعال شوف البنت كم مرة. إذا أنا ناضج كشاب أقول لعمي والله ودي أقابلها وأشوفها. أنا ما حطلع على النيل مثلا في مصر أو أطلع على صحاري الغضا في السعودية، لا أنا ببيتها وتجلس الشغالة. أنا في رأيي الأب الذكي جلس الشغالة لكي يقوم مسألة الخلوة تماما، فتكون الشغالة موجودة فيجد أريحيته. النظرة الأولى يا عبد الله عادة تشنجية هكذا، النظرات اللي بعدها فيها استرخاء، فيها نظر، يبدأ فيه تناغم المحبين والأصدقاء. هل هذا يناسبني التصاقا كإنسان أعيش معه سنوات طويلة أم لا؟ ثم الزيارة الثانية والثالثة. ميزة الزيارات المتكررة يا عبد الله، أنا أشوف هذا الإنسان مختلف زواياه. المرة الأولى الواحد كل واحد قاعد يطلع أحسن ما عنده أو يتمظهر بأحسن ما عنده، الزيارة اللي بعدها لا، السواليف الكثيرة تبين الشخص المستعجل في طريقة كلامه وغيره، فكل هذه الأمور تعطيني نظرة شمولية وأبعاد شمولية. هي ضرورة حضارية، وأعتقد الدور الأساسي في هذه المرحلة على البنات، هم المرحلة الأساسية على البنات، هم أكثر من الولد المتقدم وأكثر من الأب. الولد المتقدم ما نسبت يطلقها وانتهينا. الأب بعضهم تقليدي، البنت لا تصادم الأب، ممنوع. حينما يقول يا بنات انطلقوا، ليس مصادمة الأب إنما بحكمة واستراتيجية. طيب وش يبحث عنه الآن؟ أنا جيت الآن وافق لي الأب أني أشوفه أكثر مرة، والبنت عندها قابلية أني أشوفه أكثر مرة وأني أجلس معها، وأني أبحث عن إيش الآن؟ ما أبحث عن شيء. أترك ذاتي تبحث وتسرح معها. يشمل أشياء عديدة، لكن أيضا في الطرح الإسلامي حينما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، ذكر حتى لمالها. الجانب المادي أيضا شيء أساسي، تنكح لمالها، لحسبها، لجمالها، كل هذه الأمور فاظفر بذات الدين ودينها تماما، فالتركيز على الجانب الدين. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، فلينظر إليها ما يدعوه إلى نكاحها، وهذا أمر مفتوح.
لأن ما يدعو عبد الله أنا نكاح فلانة غير ما يدعوك لنكاحها، والعكس أخواني هنا المشاهدين والمصورين معنا يختلف، لأني عندي بعدا نفسيا غيرك غير أخي المصور والمخرج هنا. ولذلك الإسلام أعطى للأبعاد الشخصية. يعني ما معناته أنه شخص متدين أنه خلاص والله متدين تزوج، وقد يكون متدين وما يناسبني يعني كفتاة، وقد يكون متدينة ولا تناسبني كرجل. واحد من الشروط أن يكون من التدين، نعم. لكن الحرص على الدين، لماذا الإسلام لما حين ركز على هذا الطرح؟ لأن التدين وهو التدين المعرفي الحقيقي يستطيع أن يؤطر بعض السلوكيات الأخرى، فتضبط الفتاة نفسها وكذلك الشاب يضبط نفسه، فهو عامل قوي على غيره من العوامل. لكن العوامل الأخرى قد لا تقدر، الجانب المادي مثلا لا يقدر يسيطر على الدين، لا علاقة له به. خلينا نركز على معيار الدين شوي الآن. هذه فتيات، كلام فتيات، شروط الدينية، وش رأيك في الشروط الدينية؟ تقول أبي متدين. نعم. وين الدين المعيار؟ واحدة تقول مسلم يكفي أنا مسلم، واحدة تقول لا لازم يصير سني بس، والثانية تقول متدين تقي صالح. نعم. الثالثة تقول من محافظين على صلاة الجماعة وخاصة الفجر. نعم. الرابعة تقول بار بوالديها، والخامسة تقول ملتحي. نعم. السادسة تقول مستقيم وليس له لحية، لاحظ عادي التدين. الثامنة تقول يحترم المرأة ويقدرها. التاسعة تقول يحافظ على زوجته. واحدة تقول غير متشدد. قبل الأخيرة تقول غير مدخن، والأخيرة تقول لا يشرب الخمر. شوف، واحدة تشترط ما يشرب الخمر، واحدة تشترط مسلم، واحدة تقول لا لازم يصلي ويحافظ على صلاة الجماعة. إذا معيار الدين لاحظ عند الفتيات، كيف تشوف أنت معيار الدين دكتور؟ قبل أن أرى معيار الدين خلينا أناقش لك معيار هؤلاء الفتيات. نعم. التي قالت لا يشرب الخمر لأن عندها خبرة اجتماعية في أسرتها أن أبوها مثلا أو غيره كان يشرب الخمر، أو ابن عمها أو غيره، وكان يؤذي زوجته. بعضهم تقول لا يشرب الدخان، الدخان عندها القضية الكبرى، مع أنها في نظري أنا قضية يعني مهمة لكن ليست أساسية. لو وجدت مدخن ويصلي الفجر مع جماعة وخلوق ومؤدب لاحتضنته أكثر من واحد بذيء اللسان تماما، ونحن نرفض تدخيل لأنه رائحة غير طيبة ومضل لصحة الإنسان، لأن قصدي لا يضخم أكبر من غيره تماما. التدين في نظري هو التدين المعرفي. إذا وجد التدين المعرفي تتبعه كل ألوان التدين. كيف المعرفي؟ التدين هو أخذ الدين كفكرة وقناعة الإنسان بالدين كفكرة. الإشكالية في التدين هو ثلاثة أنواع: المعرفي والانفعالي والسلوكي. الانفعالي عنده عواطف للدين، لكن عندما تأتي فكرة الدين لا تكون ناضجة عند هذا الإنسان. التدين السلوكي يبالغ في سلوكية معينة، يشد على صيام التطوع مثلا، يشد على قيام الليل، لكن فكرة الدين، مبادئ هذا الدين، القيام بأركان هذا الدين، القيام الحقيقي برؤية معرفية، معاني الإخاء، معاني الصداقة، معاني حقوق الناس، معاني كذا غير موجودة. فعنده سلوكيات ربما محددة، فكان تدينه سلوكيا ذلك الإنسان. فعلى الفتيات، وأقول على الفتيان، أن يتجه إلى من تدينه معرفي، لأن التدين السلوكي قد تزعج تلك الفتاة، تصر عليه بعبادات فرعية مثلا. أنت ضعيف إيمان أنت فيك، ليش ما تصوم التطوع؟ أنت ضعيف إيمان ما تقوم الليل؟ أو هو يقول هذا الشيء. اللي عنده تدين معرفي ينظر إلى هذه الفتاة بصدقها، هل هي صادقة؟ هل هي صاحبة مبادئ؟ هل أنها تفي بالوعود؟ وهذه التصفات التدين تبعد الإنسان عن النفاق، وهذه الصفات هي التي تجعلها بأكثر مؤهلة كأم. الحين شوفه دكتور، إن الناس تنظر إلى الشكل، يعني البنت عندما يأتيها شخص تقول له تشوف يعني معيار اللحية، وملتحي ولا غير ملتحي مثلا في المجتمعات الخليجية مثلا، إنه هذا معيار من المعايير، مدخن وغير مدخن، يعني هي كلها مركزة على جانب معين اللي هو جانب السلوكي. هذا تعريف التدين ليس عند البنت فقط يا عبد الله، عند المجتمع كله. طيب والحل؟ فالبنت هي جزء من نسق هذا المجتمع. إشكالية في تعريف المتدين، بل أنا في نظري أن تصنيف ملتزم غير ملتزم هذا تصنيف كنسي جاء من المجتمع. أنا كيف أقبل واحد ملتحي قصير الثوب ثم لا يبر بوالديه لا يصل الأرحام، أو آخر يصل الأرحام ويبر والديه ثم هو طويل الثوب أو ربما غير ملتحي مثلا؟ فإذا يجب أن يعاد تعريف التدين. أنا في نظري هو درجات تماما، ويأخذ هو نقاط من هذه الدرجات، كلما اقترب إلى الكمال النبوي كلما ارتقى وكلما تدنس. طيب ذلك وضع البنت ووضع الولد ما يختلف؟ يعني أنا قد يجيني شخص مثلا على تدين معين، والله أنا أزوج مثلا بنت الكبيرة ولا أزوج بنت اللي أصغر منها مثلا، لأنه هذا قد يكون قريب لهذه وهذه لا، تريد مثلا درجة معينة، هذه تختلف ولا لا معيار واحد؟ أنا رأيي أستاذ عبد الله أنه قبل ما ننظر للتدين ننظر إلى السمات الشخصية. هذا المتدين ما سمعته؟ لا، احنا قبل ندخل في الصفات انا ودي نقفل موضوع المعيار الدين ثم ندخل الى الصفات الشخصيه. لا يفصل يا عبد الله عن بعضها، لان لما يتقدم الواحد للزواج هو متدين، شخصيته كذا، ناحيته الماديه كذا، فما نفصلها. وهذا قبل قليل لما قلت فين لما اقول نظره شموليه لازم. ايوه، النظره الشموليه شريك الحياه يجب ان تنظر ما تتعثر كقطع مقطوعه عن بعضها. قد اجد انسان مثلا عنده تدين سلوكي او انفعالي اللي يقول احنا مش كويسين المعرفي، لكن عنده صفات في شخصيته حلوه جدا،
قد أقبل هذا الإنسان ولا أقبل تدينه معرفي مثلا، لكنه ربما النرجسية الشخصية أو هستيرية الشخصية أو غيرها من الشخصيات، إذن هي نظرة تكاملية. لكن كتدين بذاته كلما اقترب من التدين المعرفي سواء ذكرا أو أنثى كان أفضل. ثم عندي بنتي أنظر إلى تدينها، كلما كانت معرفية ستتزاوج مع المعرفية أكثر، كانت انفعالية ربما الانفعالي يكون بهذه الطريقة لكن تحتاج معرفيا لكي يساعدها على الاستقرار. وكيف يساعدها الاستقرار؟ لن تستقر معه حتى ينمو الحب، ولن ينمو الحب إلا إذا قام التوافق في الشخصيات، فهي القضية متلاحقة بين هذا وهذا. طيب أنا كيف أعرف أن هذه تناسبني؟ يعني الآن أنا أروح لما يعني الآن لما تذهب إلى تخطب بنت من البنات تجد أنه وصول إلى صفاتها الشخصية صعب جدا. كلامك منطقي أستاذ عبد الله، لكن عند الاختيار أنا قلت لك ثلاث مراحل. أنا قلت لك فن الرؤية والتفكير، نعم. ثم الاستشارة، والاستشارة الدقيقة هذه يجب السؤال. أنا مرحلة الاستشارة الآن، نعم، في تفصيل السؤال حينما تقدم والله بنت طيبة أو حتى الشاب والله شاب طيب والله يصلي الفجر مع الجماعة والله من هذا الكلام ما ينفع هذا الكلام. وهذا حقيقة من استنقاص الرجل في مجتمعاتنا الخليجية لابنته أنه لا يدقق كثيرا، بل أقول أنهم في الخليج لا يحرصون على تزويج بناتهم كما هم خارج الخليج من العرب تماما، تركيزاتهم على جوانب عامة، والله يصلي الفجر مع الجماعة طيب، ويشرب خمر لا مش والله كويس الحمد لله زوج البنت، لا لا لا، هي القضية تدقيق إيش سيرته كيفه في العمل. وحتى العمل لا تروح الواحد وتسأله، ربما تروح العمل تسأل عني يا عبد الله واحد كان مثلا شخصيته شكاكة يبدأ يصفني بأشياء لأنه شكاك، فأسأل أكثر من واحد وأسأل هنا وهنا وأدبا أستأذن أني سأسأل وأدقق. ثم ليش الإجابة بأسبوع؟ بعض الناس يتأخر في الإجابة، وهذا من الحكمة بسؤال كثير. كم يعني الناس تتضايق لو تتزود أكثر من أسبوعين بالإجابة؟ انتقدوك الناس. أنا لا أؤخر من أجل التأخير أسوي نفسي ثقيل كنحن مستعجلين على بنتنا، لا، إنما أبحث خلال أسبوع 10 أيام والله يا ولدي اتصلت وسألت والله ذكرك بالخير، هل تتكرم تعطيني أسبوع أسبوعين بس لكي يطمئن قلبي كأب؟ هذه النظرة المستقرة العاقلة التي ممكن أن يقدمها الأب لذلك الشاب. أن نجعل الزواج مشروعا مشتركا بيني أنا والولد والبنت وبين أبوه وأمه وزوجتي أيضا، إذا اتفقنا كمشروع مشترك مسألة الأيام والأسابيع والشهور ليست في حسابنا. طيب خلينا نكون شوي أكثر جرأة الآن في المجتمعات مثلا المنفتحة، نعم. يعني خلينا نقول مثلا مصر، سوريا، المناطق اللي قد يكون الاختلاط موجود فيها جزئيا، يستطيع أن يتعرف عليها في العمل، يشوفها، يتعرف عليها، يتعرف على أخلاقها، صفاتها. الآن لا، أحيانا في مجتمعاتنا الخليجية وخاصة المجتمع السعودي ممكن أنك ما تشوفها إلا ليلة الزواج، ممكن أنك ما تسمع صوتها، يعني ممكن تجي تحط لك مثلا العصير أو الشاي أو كذا وتطلع ما تكلمها حتى مكالمة، بل أنه كثير من الناس ينظر أنه فترة الخطوبة هذه فترة معدومة، ما في شيء اسمه خطوبة، فترة تجي تخطبها من أهلها وبعدين تتزوج، يعني ما في فترة أنه أنت تتعرف عليها. كيف أنا الآن أضمن أن هذه متناسبني ولا ما تناسبني إلا من كلام ناس بعيد أنا ما أقدر أقرب؟ أنا في نظري قد يكون فيها محظور شرعي بالنسبة للناس. يعني أنا في نظري أني لن أرضى أن أدفع فاتورة منات واللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، هناك أصنام اجتماعية لن أقبل أن تتكسر سعادتي أمام هذه الأصنام أبدا. يا شباب يا بنات لا تقبلوا تماما. كيف إذا نروح بالعمل نتعرف؟ لا أنادي بهذا. الزواج مشروع يا عبد الله، تقدمت أنا كشاب لأسرة، أنا والله جايكم في النور أبغى بنتكم وأتقدم لها تماما، كيف نسوي نتزوج؟ لا، حينما يتفقون يرى البنت الرؤية الشرعية، ما يدعوه إلى نكاح، يجب أن يسمع صوتها، يتكلم معها بحضرة أهلها تماما، إن استطاع وجد الراحة نعم وجد. طيب الآن خلينا نركز على النظرة، لما يجي المفروض إيش يسوي؟ يدخل عندهم البيت يتفضل. أيوة. قضية تأتي بشاي بقهوة ما له داعي، هذا شغلة شغارات، ممكن إذا كانت بنت خجولة ممكن يعني يسقط من يدها أو شيء، تدخل وتجلس وتجلس بزيها المعتاد تماما، يتكلم معها تتكلم معه، والأب الذكي مثلا والله يا جماعة بس أنا غرض من جوا بجيبه، خلوة شرعية ليست خلوة يا جماعة، يعني صار هو يول حالهم مفتوح الباب والأب موجود، وين الخلوة الشرعية؟ يعني واحد جاي يخطب بنت واحد يا عبد الله ممكن يعتدي عليها، لا. ممكن يضرها، لا. والبنت نفسها تركب مع السواق وممكن يفعل الأفاعيل ويتكلم عادي، هذا تناقض اجتماعي، وهذا اللي جاي في النور بيتزوجها ويتشرف الأسرة ما يطلع لأب دقيقة عشان الواد يمكن بيطالع من فوق من تحت بياخذ راحته بالنظرة يتاخذ راحتها. ثاني حتى الشاب الذكي أوقات ممكن يلتفت التفات يجعل طيها مجال تنظر،
تماما تسهل هذه الأمور. اسمح لي أقول عبد الله أشعر أنه عيب في مجتمعنا، وأنا أعتقد أن إخواننا في مصر وسوريا قد الآن يضحكوا على كلامنا هذا. يلتفت شو عشان تشوفه؟ ما لحق تشوفه، هي مخطوبة، لك حق يا بنت، لازم تشوف، تبي تتأهله. العلاقة الزوجية عبد الله علاقة أبدية تمتد حتى إلى الآخرة، فيجب أن تكون راحة. العلاقة الزوجية علاقة ينصهر فيها الذكر والأنثى انصهارا لا ينصهر الواحد مع أمه ولا مع أبيه، ولا البنت مع أمها ولا مع أبيها ولا مع أخيها ولا مع أختها تماما، انصهار. علاقة عميقة متجذرة من نوع خاص إن لم تهيئ بالدرجة الكافية فإنها لا تنفع. مسألة يراها تراه، يجب أن يجلس، يجب أن يطيل في الجلسة حتى يشبع نظرا وكلاما. ثم الأم أيضا، أم البنت تدربها أن تستأذن البنت ترفع حاجة وتنزلها. البنت لا تدري لماذا، لكي يرى ذلك القوام بشكله المختلف، لأن بعضهم عندهم شيء نظرة معينة لقوام معين لكي يرى كل شيء. يعني نظرة الجسم يمكنها شوي واضحة، أنا أتكلم عن كيف يتعرف عليها، يعني كيف يعرف شخصيتها، كيف أنا أتكلم عن الجسم. جاي ممتاز، منتظر. يلا أثناء الكلام طريقة المنطق، طريقة الكلام تعكس لها منطقها، المنطق ليس التفكير. تمام، للتفكير يبغى له جلسات متعددة. صحيح. مستوى التفكير في الحياة الزوجية ترى ما هو مطلب أساسي تماما، أن أعرف أنها عاطفية عقلانية أو غير هذا المهم. بعد الجلسة الأولى شعرت بارتياح معين، والله خل شعرت بارتياح، لكن البنت ممكن تسألني عن شيء ألسى، يوضع لقاء ثاني. أنا أريد نصا شرعيا أن رؤية المخطوبة مرة واحدة. يعني أنت تشوف أنه ممكن أنه يشوفها مرة ومرتين وثلاث في فترة الخطبة؟ ترى متحمس جدا لكيف استغلال فترة الخطوبة، لأن أعتبرها أنا مرحلة حساسة في تاريخ الزواج وتقييم. لسه ما دخلنا الخطوبة، ما دخلنا، لأننا في الشوفة، إحنا لسه في الشوفة. ممتاز. أقرأ في عينيك عبد الله رفضا لمسألة الرؤية أكثر من مرة. أنا الآن هنا جالس أمثل وجهة نظر عدد من المستمعين والمشاهدين خلف الشاشة، بعد بنات الناس لعبان ويشوف كلامي عبد الله. شوف أقرب بحر وارمي كلامي. لا لا لا، أنا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومرجعيتنا. أريد حديثا واحدا يدل على النظرة الشرعية مرة واحدة، أريد دليل واحد. لا أنا بقول لك دليل أن النظرة ممكن تكون أكثر من واحدة، فلينظر إليه ما يدعوه إلى نكاحها. أنا البنت الناس رحت وشفتها ما لقيت الشيء يريحني أو تلخبط، ما أشوف مرة ثانية. بل أقولك أنا حينما تزوجت شفت أكثر من مرة، ما لقيت تردد، شفت فاطمأنيت. لازم كذا يا شيخ، ولو احتجت ثالثة ورابعة على طلبت يا أخي، أنا ما جاي أفحص بنت الناس أو كذا، ما شعرت بارتياح. يحترموك، أنا ما لقيت ارتياح، أنا ما فهمت يا جماعة، متلخبطة مشاعري، ودي أشوفها، يمكن هي متلخبطة مثلي. هذا هو الصادق. أما الكاذب والمستعجل وخفيف العقل، لا مرتاح مرتاح من تتزوج، يلا يلا. ولكن أنا أحذر الأباء إن الشاب حينما يرى بنته يرتاح يقول يا عم متى الزواج؟ بكرة بكرة بكرة، يعرف أنه خفيف العقل. ولو كنت أبا لتلك الفتاة تتقدم لها الشاب، أقول شو رأيك يا وليدي تجي بكرة بعد تشوفها وبعده، وأنظر هذا التبخر الكبير في هذه الذات هل يستمر أم يهدأ. إذا هدأ تدريجيا فهذا جزء من شخصيته غير المستقرة تماما. فمثل هذا لا يزوج بسرعة، إنما يعطى فترة خطوبة أطول لأنه غير ناضج، فنختبر انفعاليته من عقلانيته. إذن قضية الزواج قضية very delicate تماما، من هنا ومن هنا، ولا نستطيع أن نتأملها بشكل دقيق، حتى المختص أحيانا يحتار في بعض الحالات. وذلك هي قضية الآباء، يجب أن تكون عبد الله حلقة للآباء في مسائل الزواج، كيف يناسب هذا الولد بنتي أم لا، حلقة للأمهات، حلقة للبنت، حلقة للولد، وهذه حلقة شمولية في مثل هذا اليوم. إذن الشاب الذي يخرج شافها الآن، شاف الآن شافها ويعني وتحس أنه ارتاح بنسبة نقول 60-70%، بس في بعض الأشياء ما متأكد منها، والآن تقول أنتم ممكن يشوفها مرة ثانية. لنفترض أنه لا، الآن انتهى من الشوفة، شكلها وقوامها انتهى منه، إيش الخطوة القادمة؟ الخطوة القادمة ينظر إلى حساسية الأب. إذا كان الأب عبد الله مثلا تقليدي ولا يرضى برؤية أخرى وما شابك، والله يا عم ما أدري، أحس أن البنت كأنها مترددة، حطها في البنت، أحس كذا، وأنا ما ودي تزوج على واحدة مترددة، أنا والله مرتاح والحمد لله رب العالمين. هل عندنا مستخير لك؟ يعني أنا أعرف واحد يقول البنت أنا مستخير لك، يعني ترى أنا موافقين موافقين، يعني أنا مستخير لك. الاستخارة يا عبد الله أنا يعني حي ودي أتكلم عنها. لا خلينا نأجلها يا دكتور، لا أنا أتكلم عن إنه قضية إنه الآباء عندنا هنا شديدين لدرجة ما راح يعطي ما له حق، والبنت غلط. ما هو غلطان الأب يا بنات، الغلطان أنتم في مسألة الزواج. زوجت البنت وطلقت، لو أجمل بنت انكسرت وانتهت. إذا وافقتي بالزواج الأول أنت المخطي، ما أخطأ الأب. الأب محب يبغى يزوجك، الأب جاهل لكنه غير مبغض لك، حريص لك، لكن إذا وقفتي بوضوح لا بعنف إنما بوضوح، يبقى أنا ما أدري صليت استخارة ما ارتحت، والله كذا، تستخدم المفاهيم التي يقبلها ذلك الأب.
أب شديد وقوي والله عندي قلق وتوتر ما أدري ليكون جتنا عين مثلا ليكون كذا ليكون كذا إذا ما ارتاحت لا تدفع فاتورة ذلك العجل من الآباء مستعجل أو ذلك الآباء من اللي عنده إصنام في طريقته التفكيرية لا تدفعه ثاني يا بنات غلط غلط المصادمة مصادمة الوالدين إيش أقول أنا كوالد بنت غير ناضجة ربما تكون غير ناضجة وأنا الناضج لكن ربما أنا إنسان تقليدي وهي عقلانية إذا نأتي إلى كلمة سواء والله يا أبوي إذا كان عقلاني تحاور معه غير عقلاني تدخل من الباب اليناسب متدين تقول استخرت ما ارتحت يوه أبدا النفور في نفسي فتستخدم أب إنسان عقلاني وحكيم والله يوه ما ارتحت آخر حسب نوعية طيب. ذلك الأب التجئ هذه واضح نرجع الآن كيف الآن يريد أن يتعرف عليها أكثر شاب يريد يتعرف على البنت أكثر وأكثر يقدم نفسه بهذه الطريقة بكل صراحة ليش عبد الله تسأل وانت يا أنا جايك تسألني وفي عينيك تردد أنه هذا السؤال ما له حل أنا أعتبر هذا السؤال هو الطبيعي أن يكون يجب أن يتعرف يجب أن يزور ثانية وثالثة ورابعة ما دام أنا وافقتك يا عبد الله أن زوج البنت ويشرفني هذا توافق يعني لا ما أقدر شوف بجرك ما أقدر أنا عارف ما أقدر تشوف البرنامج الآن نعم ذكرتني مرة كنت ببرنامج فضائي وعندي بنت الله يسلحها صغيرة كل وقت كانت يمكن بالروضة أو قبل الروضة أتكلم بعد البرنامج وأنا أتكلم كذا واحد ظن عندي بنت هذه كبيرة فأرسل خطابي يخطبها يريد الزواج أنا محتفظ في الخطاب كذكرى يعني باب الفكاهة إيش قلت سؤالك ذكرت بنتي فنسيت شوف البنات يا أخي اسمها بنتك وبالي لجين لجين فذكرتها يعني فنسيت وش تقول أجمل تحية لجين وعسى الله أجمل تحية لك أرجع أنه الآن أنا أريد أن أتعرف يا عبد الله من الطبيعي مش من الطبيعي أعتذر عليك من الواجب أن أتعرف من الطبيعي أن أتعرف من الضروري أن أتعرف أنا ارتحت لهذه البنت تماما خطب مني هذا الشاب ارتحت له ارتحت أنا كأب إذا كنت ناضجا والولد غير ناضج تعال شوف البنت كم مرة إذا أنا ناضج كشاب أقول لعمي والله ودي أقابلها وأشوفها أنا ما حطلع على النيل مثلا في مصر أو أطلع على صحاري الغضا في السعودية لا أنا ببيتها وتجلس الشغالة أنا في رأيي الأب الذكي جلس الشغالة لكي يقوم مسألة الخلوة تماما فتكون الشغالة موجودة فيجد أريحيته النظرة الأولى يا عبد الله عادة تشنجية هكذا النظرات اللي بعدها فيها استرخاء فيها نظر يبدأ فيه تناغم المحبين والأصدقاء هل هذا يناسبني التصاقا كإنسان أعيش معه سنوات طويلة أم لا ثم الزيارة الثانية والثالثة ميزة الزيارات المتكررة يا عبد الله أنا أشوف هذا الإنسان مختلف زواياه المرة الأولى واحد كل واحد قاعد يطلع أحسن ما عنده أو يتمظهر بأحسن ما عنده زيارة اللي بعدها لا السواليف الكثيرة تبين الشخص المستعجل في طريقة كلامه وغيره فكل هذه الأمور تعطيني نظرة شمولية وأبعاد شمولية هي ضرورة حضارية وأعتقد الدور الأساسي في هذه المرحلة على البنات هم المرحلة الأساسية على البنات هم أكثر من الولد المتقدم وأكثر من الأب الولد المتقدم ما نسبته يطلقها وانتهينا الأب بعضهم تقليدي البنت لا تصادم الأب ممنوع حينما يقول يا بنات انطلقوا ليس مصادمة الأب إنما بحكمة واستراتيجية طيب وش يبحث عنه الآن أنا جيت الآن وافق لي الأب أني أشوفه أكثر مرة والبنت عندها قابلية أني أشوفه أكثر مرة وأني أجلس معها وأني أبحث عن إيش الآن ما أبحث عن شيء أترك ذاتي تبحث وتسرح معها